أثبت مدينة العيون صباح اليوم حركة عادية كباقي أيام الأسبوع رغم نداء الذي وجهه الفرع المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون للتظاهر. حوالي 11 صباحا التحق المتظاهرون بالقرب من مقر الكونفدرالية ورفعوا جملة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية. احتجاج على الوضع المزري، الوضع الاجتماعي المزري للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية بمدينة العيون والمطالبة بحقها في التعليم وفي الصحة وفي السكن وفي النقل. الوقفة الاحتجاجية للفرع المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عرفت كذلك مشاركة بعض النشطاء الجمعويين والحقوقيين وبعض المعطلين ومطالبهم تحسين ظروف العيش والحد من البطالة. هناك بطالة متفحشة، هناك غلاء المعيشة، هناك يعني فرق واضح ما بين ارتفاع الصاروخ الاسعار والجمود ديال الاجور. غير بعيد عن مكان تجمع المتظاهرين، جل عموم المواطنين يعتبرون انفسهم غير معنيين بالدعوه الى تظاهر هذا اليوم.